العشر دقايق الجايين الكورس بتاع سيرتيفايد ديجيتال ماركتنج بروفيشنال اللي بقدمه عن طريق سي في اي اكاديمي او كنديان فيرتشوال اكاديمي, واللي الحقيقه انا شارح فيه كل خبرتي خلال اخر 10 سنين في الديجيتال ماركتنج, سواء كان في الماركتنج للبيزنس الخاص بيا الاي كوميرس او الماركتنج ايجنسي بتاعتي اللي بعمل فيه اعلانات للناس. فانا الكورس ده انا شارح فيه يعني خبرتي كلها في اخر 10 سنين. فحتى انا الناس اللي معايا في الكورس بيسالوني, هو انت ليه مش بتستخدمش بي دي افس وما بتستخدمش مثلا سلايدز؟ لا انا رد الكلام ده خالص, انا بشرح الحاجات اللي انا بعملها دي تو دي, الشغل انا بطبقه على الكامبينز على الاد مانجر على جوجل مانجر. فاللي بياخد الكورس ده معايا هياخد حقيقه النوليدج اللي انا اعرفها سوفار, يعني ما فيش اي معلومه انا هضيفها في الكورس ده, او بمعنى صح ما فيش اي معلومه انا اعرفها مش موجوده في الكورس. فعباره عن ايه الكورس ده باختصار؟ ده عباره عن اونلاين كورس, اللي هيشترك معايا في الكورس ده هياخد اكسس على الويب سايت بتاع سي في اكاديمي, يوزر نيم وباسورد, وهيبقى عنده اكسس على الويب سايت ده اللي هو عباره عن مجموعه موديولز وفيديوهات مدى الحياه, فهياخد اكسس عليهم مدى الحياه. مش بس كده, ده كمان في فيسبوك جروب كل اعضاء الكورس معايا فيه, وبنعمل زوم ميتنج كل اسبوع ساعه ساعه ونص بندردش في اسئله, وطبعا مسجله وتضاف على الفيسبوك جروب كل اسبوع. وطبعا الكورس ده يعني انا ما بعمل كورس عموما ما بيبقاش لي صلاحيه, يعني انا مثلا فيسبوك عمل ابديت مثلا من حوالي اسبوع او اتنين تقريبا, عدلت الليسنز اللي فيه بنيو ابديتس, فانا على طول يعني حتى الكورس بقاله اكتر من 3 شهور وستيل حتى الان بعمل زوم ميتنج, وهفضل اعمل على طول, يعني مش مثلا خلاص الكورس خلص او مدته معينه فمش هعمل زوم ميتنجز او مش هعمل ابديتس, مش حاجه كده خالص. الكورس ده مدى الحياه, وهفضل اضيف فيه ابديتس, واي حاجه جديده هعرفها هضيفها على الكورس ده. طبعا الناس اللي ما تعرفش ايه ديجيتال ماركتنج, ديجيتال ماركتنج هنتكلم فيه في الكورس باختصار على طبعا في الانترودكشن, وهتكلم فيها يعني ايه ديجيتال ماركتنج بالظبط وايه تفاصيله, وهتكلم بعد كده على موديول نمبر 2 وهو موديول مهم جدا, هو ملوش علاقه برده بالديجيتال ماركتنج او بالبيزنس عموما, هو ليه علاقه قوي بانك ازاي تغير المايند سيت, ازاي تغير الديلي روتين بتاعك, ازاي تعمل جولز, ازاي تاخد اكشن. ان النجاح ما هوش بس ان تكون شاطر في مهنتك بس, لا لازم تكون مستعد ليها, لازم عندك الرايت مايند سيت عشان تعرف تجذب النجاح ليك. وده الموديول اللي انا بعتبره من اهم موديول في الكورس على فكره, يعني لو حد طلع من الكورس كله وطبق الموديولز ده مش بس هينجح في ديجيتال ماركتنج, لا هينجح في حياته الشخصيه كمان يعني, وده عن تجربه يعني. فالموديول ده برضو انا بضيف عليه حاجات كل اسبوع يعني مدى الحياه. الجزء اللي بعديه هتكلم على الفيسبوك والانستغرام ماركتنج, وطبعا اللي ما يعرفش ان الفيسبوك والانستغرام هو نفس البلاتفورم, يعني الاونر واحد نفس الشركه. طبعا ما بتكلم على فيسبوك والانستغرام ماركتنج ما بتكلمش على فكره انك تعمل بوست على الفيسبوك او تعمل بوست للبوست او الكلام ده خالص, موضوع فيري ادفانس. بتكلم بقى على ازاي تعمل اول حاجه خالص, ازاي تعمل فيسبوك بيج, وبعد ازاي تعمل فيسبوك ستراكشر بيتكلم على ايه, وازاي تعمل فيسبوك مانجر بزنس مانجر, وازاي تعمل اد اكاونت يعني ايه بيكسلز, وبعد كده هندخل بقى ادفانس اكتر في البيزنس مانجر, وهنتكلم على كل انواع الكامبينز, وهنعرف يعني ايه كامبينز او الحملات الاعلانيه. طبعا يا جماعه انا ممكن بتكلم شويه مصطلحات انجليزي او الكلام مكتوب بالانجليزي, بس هو انا شارح كل حاجه بالعربي يعني مفيش حاجه بالانجليزي خالص. وبعد كده هكلمكم فكره استراكشر الاعلان كاد, تكلموا ازاي تخاطب الناس, يعني ايه الهوك, يعني ايه الاد بتاعك يعرف يشد الناس اكتر, وازاي تعمل اد سواء كان صوره سواء كان فيديو, ازاي تعمل اد كوبي او الجزء المكتوب في الاعلان اللي فوق هو اول جزء في الاعلان, ازاي تعمل ترابل شوتنج لو عندك مشكله في الاعلانات ازاي تحلها, ازاي تعرف تقرا ارقام من الفيسبوك, وده المهم لان الماركتنج از ديجيتال ماركتنج انت هدفك الاساسي كبدايه او كتست, ده انا بشرح بالتفصيل في الكورس, انك لما بتعمل حملات اعلانيه في البدايه عندك بتعمل حاجه اسمها تيست فيس, وبعد كده في حاجه اسمها سكيلينج فيس او مرحله التيست, يعني انك بتجرب الاول تشوف مين الاودينس او مين الجمهور اللي هياخد اكشن اكتر من الاعلان بتاعك, فتبتدي تزود البادجت عليه, وازاي تعمل تسكيل, وازاي تكل اد سيتس, وازاي تقرا, في حاجه اسمها اودينس انسايد موجوده جوه الفيسبوك, تعرف تقرا كل حاجه محتاجها عن طريق العملاء بتوعك او مين الناس اللي ممكن يبقوا انترستد اكتر بالشغل بتاعك, فتعملهم حملات اعلانيه هم بالتحديد. موضوع كبير جدا بس هو مش صعب,
بس هو محتاج شغل ومحتاج مجهود على نفسك ومحتاج تعرف ان مفيش حاجه مستحيله، ان مفيش حاجه اسمها انا بجرب تدخل بيزنس جديد هتنجح، يعني هتنجح ما عندكش اوبشن طالما احنا مع بعض يعني. وبعد كده هنتكلم بقى ازاي تكريت ماركتنج ايجنسي حقيقيه، وفي تو ليسنز بس بضيف عليهم حاجات تانية، لان زي ما قلت ان الكورس ده او هقول تاني انا هدفي منه ان انت ما تشتغلش عند حد، ما يبقاش عندك ما تشتغلش وتقول عايز اخد وظيفه اخد 10,000 ولا 20,000 واتيفر. انت ممكن تعمل الرقم ده في اسبوع وفي يوم على فكره لو انت عندك الجود نوليدج، وعادي جدا ممكن تفتح ماركتنج ايجنت وتجيب منها فلوس وانت من البيت. والحقيقه البيزنس ده مش محتاج فلوس نهائي زيرو، يعني حتى اشرح للناس ازاي يجيبوا لو عمل ماركتنج ايجنسي وفتح او عمل فيسبوك بيج مش زيرو تكلفه مفيش فلوس فيها خالص، وازاي تجيب كلاينتس، ازاي تجيب عملاء للايجنت بتاعتك فور فري من غير حتى ما تعمل اعلانات ليها. يعني ده ممكن يبقى فعلا دخل ليك من غير ولا راس مال خالص زيرو. وبعد كده هنتكلم على جوجل يوتيوب كامبينز بالتفصيل، ايه انواع جوجل كامبينز، ازاي تعمل اول اد اكاونت سواء كان شوبينج او ازاي تعمل بعد كده جوجل اد استخدمه، وازاي تعمل يوتيوب شانل وتلينك الاد اكاونت بتاعك وتعمل جوجل سيرش ادز وبعد كده تعمل سكيبل يوتيوب ادز. ولسه الكورس مستمر وهيبقى فيه موديول كمان هتكلم فيه على لينكد ان وهتكلم فيه اجزاء اكتر على الماركتنج استراتيجي. فالكورس لسه ان بروسس، وزي ما قلت تاني ما تعتبرش ده كورس بالمعنى التقليدي ان هو كورس هيشرح لك انا بشرح فيه مثلا بي دي اف وسلايدز خالص، انا بشرح كل حاجه سكرين شير من اللي انا بعمله في شغلي كل يوم، ما بشرحلكوش حاجه نظريه ولا كلام نظري، انا بشرح كله بطبقه يوم بيوم. يعني كل اللي عليك انت هتشوف اللي انا بعمله وتطبقه عملي. ده دي ماي استراتيجي في الشغل، ما بحبش اشرح حاجات بحاجات نظريه ولا بشرح مثلا بي دي اف وكلام نظري، كل حاجات عمليه. طبعا زي ما قلنا تاني ان هيبقى عندك اكسس مدى الحياه على الكورس ده، وهيفضل طول ما في ابديتس طول ما في حاجات جديده هتضاف هتاخدها. بس هو المهم واللي انا طالبه من اي حد يدخل معايا الكورس، انت يبقى عندك لازم يبقى عندك المايند سيت او التفكير ان انت داخل الشغل ده عشان تنجح. ما انتش داخل تجرب، ما فيش تجربه في اللي عايز ينجح ما بيجربش، اللي عايز ينجح بيبقى عنده اوبشن واحد بس وطريق واحد بس ان هو ينجح. لو انت حطيت في عقلك ان انا داخل المجال ده اجرب ويمكن ويمكن، في النهايه ان يمكن التاني اللي هتكسب لان انت حطيت اوبشنز. دايما اللي عايز ينجح بيبقى قدامه طريق واحد بس ما عنديش غيره. وطالما في ناس بتنجح وطالما انا نجحت وطالما في ناس كتير ناجحه في البيزنس ده يبقى انت هتنجح مفيش كلام. كل اللي محتاجه بس ان انت يبقى عندك الاصرار بس، انت تطبق اللي بقوله وتسال اسئله وبس، وهتلاقي بعد كده النجاح فوق ما انت متوقع وقريب على فكره ما هوش بعيد يعني. وزي ما قلنا تاني البيزنس ده ما هوش محتاج راس مال، كل اللي محتاجه بس الاصرار، وكل اللي محتاجه يبقى عندك قدره انك تتعلم. وطبعا هو ده المستقبل يا جماعه، يعني احنا في 2020 كل حاجه اونلاين دلوقتي. يعني لو انتوا شايفين الفيسبوك دلوقتي يا جماعه ما بقاش وسيله تواصل اجتماعي، ده بقى وسيله بيع اجتماعي. اي حد كل الناس دلوقتي بيعملوا اعلانات على الفيسبوك، الناس بطلت تعمل اعلانات على التلفزيون ولا الراديو، كله بقى مركز على الديجيتال ماركتنج. فاللي هياخد الكورس ده دلوقتي مش بس هيقدر يعمل فلوس ممكن خلال اسبوع 10 ايام، لا ده كمان هيبقى هيحط نفسه في مكانه تانية خالص كمان سنه او اتنين، لان هو هيبقى عنده الاسبقيه. فدون ويست يور تايم وفي شغل من 9 تو 5 وتشتغل عند حد، ده هو المجال المستقبل وهو ده اللي هيحقق لك الفلوس انت عايزه وهيحقق لك الحياه اللي انت تستاهلها يعني. اوكي، اشوفك بقى ان شاء الله في الكورس.